تتميز الانتخابات القادمة في 10 من تشرين الأول عن سابقاتها بتوجه الناخبين صوب شخصيات ذات الكفاءة العلمية، فبعد التجارب المريرة التي أفرزت أسماء سياسية لم تلبي احتياجات البلاد، يصر سكان مدينة الموصل على اختيار شخصيات ذات كفاءة علمية لتمثيلهم في البرلمان. هذه السنة الوجوه الكثيرة التي رشحت هي وجوه ربما تكون تكنوقراط أو وجوه الكفاءات اللي نحن يعني في مدينة الموصل بحاجة ماسة لهذه الوجوه. خلال السنوات التي مضت الكثير من المرشحين للأسف يعني هم سياسيين وبياعي كلام، حقيقة لم يقدموا أي خدمات حقيقية. تحظى الشخصيات التي تخصصت في إدارة المؤسسات العلمية بحظوظ أوفر من غيرها من السياسية، ورئيس جامعة الموصل الدكتور قصي الأحمدي أحد تلك الشخصيات الذي غير واقع الجامعة من الدمار إلى الإعمار. هذه الجامعة التي تدمرت بشكل شبه كامل عادت خلال فترة قصيرة لتنهض وتصبح قبلة لكل المسؤولين والسياسيين والدبلوماسيين الذين يزورون هذه المدينة. ولم يقتصر دور الأحمدي على إعمار جامعة الموصل، بل كان له دور كبير في تخريج دفعات من الطلبة من جميع الكليات والاختصاصات، وإعادة مكانة جامعة الموصل بإدارته إلى المراتب الأولى على مستوى جامعات القطر بعد أن مرت بعقبات وتوقفات. عندنا دخولنا الأول إلى الجامعة كانت الجامعة عبارة عن أنقاض. المنظمات الدولية توقعت أن هذه الجامعة لن تعود قبل 15 عام. خلال سنتين فقط عادت هذه الجامعة ونهضت من الرماد. مهمتنا التالية كيف ننقل هذه التجربة إلى مدينة الموصل بهمة كل الخيرين وبهمة كل الشجعان. سنعيد بناء كل شيء وأجمل مما كان. نرفع هذا الشعار كما رفعناه قبل 2.5 سنة، مرة أخرى سنعيد بناء كل شيء وأجمل مما كان، وهذه المرة خارج الأسوار. وتعتبر تجربة إدارة جامعة الموصل الناجحة مثالا يؤخذ به في إعمار محافظة نينوى، بنقل هذه التجربة وتطبيقها في إعمار المناطق التي تعرضت إلى ضرر كبير بسبب الحرب. أتمنى أن الدكتور قصي يخترق هذه الأسوار وينجز ما في خارج هذه الأسوار ما أنجزه في جامعة الموصل. زين، في فترة قياسية جدا قصيرة أنجز الإعمار في جامعة الموصل، زين أبهر الجميع بها. دخول الكفاءات العلمية مضمار التنافس الانتخابي سيفوت الفرصة على الشخصيات التي تكرر وجودها في قبة البرلمان دون تقديم شيء لممثليها، وتحالف تقدم الذي يضم الكثير من الكفاءات يحاول من خلالها تغيير واقع محافظة عاشت نحو 2 عقدين من النكبات والويلات. أنس الشرقي من الموصل، قناة الرشيد الفضائية.